تشتت اذا ما كان بعارض جسدي يعني فيزيائيا، اذا ما كان اكو هناك فد شيء عقلي راح يكون له اسباب. يعني احنا من راح نعثر على سبب التشتت، بالتالي هو نحدده وراح نحل هذا السبب اللي هو ادى بينا الى التشتت. التشتت يعني اذا نجي على الاسباب مالته، نشرح الاسباب، ممكن يكون الخوف. يعني انا مثلا عندي هسه مهمه اريد انجزها، انا اخاف ما انجزها بالوقت المناسب، يعني ما انجزها على اتم وجه. صحيح. ممكن سبب الثاني من اسباب التشتت الاجهاد بالعمل، يعني كثرة ساعات العمل وكثرة المسؤوليات هي تؤدي بي الى التشتت. فاني احدد اقدر اقسم الوقت بين هاي المسؤوليات، واذا انا ما قدرت اليوم انجزها انجزها في وقت اخر. صحيح. بعد قلة النوم، ممكن اذا انسان يكون ساعات نومه قليله ممكن يؤدي بي الى التشتت. نحل هاي المساله. ممكن ايضا حتى الجوع، ممكن انسان يترك نفسه بالعمل وينسى نفسه، بالتالي راح يؤدي به الى التشتت. فهو نحدد احنا الاسباب ونشوف شنو السبب اللي ادى بينا الى التشتت، وبالتالي احنا نحله. نعم. طبعا مريم، انا حابه اخذ رايك بموضوع انه بعض الاشخاص يقولون مثلا هي دا تدرس، تكون دا تدرس وعندها شغل بنفس الوقت وعندها عائله وعندها اطفال، يقولوا لها انت مثلا اذا هي بعدها ما دارسه او تريد تكمل دراستها، يقولوا لها انت ما راح تقدرين تسوين كل هذه الاشياء سويه. وهنا هي يعني حتى اذا درست راح تكون متشتته وتقول انه يمكن اللي قالوه صح، يعني ابسط شيء يصير وياها خلال هذه الفتره راح تقول صح، انه انا ما راح اقدر يعني خلينا نقول يعني اكمل كل هذه الاشياء سويه واكون جيده بهم. هل هذه الاشياء يعني او الطاقه السلبيه او الاشياء اللي احنا نسمعها من اللي حوالينا هي ممكن اللي تخلينا انه احنا نتشتت؟ طبعا اكيد له تاثير، يعني الكلام له تاثير كلش مباشر على الفرد، بالتالي والتشجيع كنا نعرفها منه. ممكن انه انا اذا عندي اخت او احد، انا اذا اظل اشجعه وانت تقدر وانت تقدر، هاي لها تاثير كلش مباشر. اما اذا نجي على انه تقدر مثلا عندها اولاد او تدرس او غيره، يعني انا مثال بسيط، يعني انا كنت ادرس وعندي اطفال وقدرت انه انا انجح بهذا الشيء. يعني فشنو بتقسيم الوقت. انه انا اقسم وقتي، هذا الى جزء وهذا الى جزء، وطبعا اكيد الاولويات تكون الاهميه لمن اني اخليها. صحيح. اخلي الاولويات، او اذا زاد صار عندي لود بالمهام اللي عندي ممكن انه انا اجلها.